إيران لقنت الكيان درسا كبيرا أعتقد أنه لن ينساه. دعك مما يقوله الكيان بأنه قادر على الرد وأنه سوف يوجه ضربة وأنه سوف يعني يدمر الجمهورية الإسلامية في إيران وأنه سوف يضرب منشآتها النووية وبناها التحتية وغير ذلك. الحقيقة أن هذا الكيان غير قادر، لم يتمكن من القضاء على المقاومة الفلسطينية، المقاومة اللبنانية، ثم توجه إلى إيران. كان من ضمن سلسلة جرائمه أنه بعد أن انتهى من فلسطين ولم ينتهي منها، بعد أن ينتهي من لبنان يتوجه إلى سوريا ثم يتوجه إلى العراق ثم يأتي إلى إيران، ولكن أحبطت أحلامه وتم تكسير كل ما كان يسعى إليه من خلال ضربة يومين. تمام. أنا أعتقد أنه إيران كانت واضحة. إيران عندما وجهت الضربة القاسمة للكيان الصهيوني يعني كانت قد قالت أنه انتهت هذه الضربة وكانت ردا ودفاع على النفس، ولكن إذا تجرأ وتطاول الكيان فنحن سنلقنه درسا أقسى من هذا الدرس. كانت واضحة وهي حقيقية وأثبتت، برهنت على أنها قادرة على تلقين هذا الكيان درس مهم. يعني رغم استعدادات الكيان واستعدادات الحلفاء الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين في التصدي للضربات الإيرانية، ولكن وصلت الصواريخ الإيرانية إلى إسرائيل.